أستطيع لا أقدر أن أنتظر أو الانتظار. من الذي لا يستطيع؟ إذن أنا، الفاعل ضمير I، أنا. لا يستطيع can't، أو نفضها can't، can't، can't. ينتظر wait، I can't wait، لا أستطيع أن أتحرك، I can't move، I can't move، لا أستطيع أن آتي، I can't or can't come، لا أستطيع أن أكذب، I can't أو can't lie، لا أستطيع أن أقف، I can't stand، can't يستطيع أو can't بعد يأتي الفعل بصيغة المصدر بدون أي إضافة. ممكن شخص يسأل أن ما هي ما يقابلها اللغة الإنجليزية to، لكن بعد can't لا نستخدم to، تحذف.